ومعنا اتصال. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام، من أي المناطق؟ من حضرموت. يا سلام، تفضل. نحن نتكلم عن كرامات أهل البيت. أنا أكثر أحد التمس هذه الكرامات. إيش حصل؟ جدي ماله؟ وصل له حضرموت، كان مسافر. أيوه، أمطرت حليب. حليب؟ السماء حليب، نعم. أمطرت حليب؟ نعم. وصلت قدي لبن مع الهزازة، صح؟ ودهنا من شلعة. خلاص. ايش لك؟ قال لك انطرت لبن، ايش لك؟ رجع. خلاص، الله يوفقك وان شاء الله انا بحاسبك عند خريج. سمعت؟ فنحن الان نتكلم عن الكرامات، ومعنا اتصال. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام، كيف حالك؟ كرامات آل البيت، ولا نريد خروج عن الموضوع. تمام، ما يهمك. انا مع ريال مدريد. يا سلام، برشلوني انا. ها، يعني انا وانت اصحاب اعداء؟ لا خلاص، انا عاد اجي مع برشلونه، وانا ريال مدريد. انا لا اسد نفس السنه نهائيا. انا مش حق مشاكل، حتى لو ان السنه يتشيعوا سنرجع سنه. احنا حق مشاكل والله. تفضل. عندي سؤال، يعني تفضل. اعرف كرامات اهل البيت. واحد كان فقير جدا وكان يدور الرياء من آل البيت. ايوه. وفجأة أكلمك وفجأة غني غنى فاحش. والله غني، يقع الأراضي، يجي 30 أرضية، وفتح له سوبرات، سوبر ماركت، وفتح له فندق. يعني أنا استغربت، هل هي هذا من كرامة آل البيت؟ يعني تخيرت حياتها 24 درجة، فهذا تعتبر أكبر كرامة لكرامات آل البيت. ماركنك كان أي؟ أنا كرامة، يعني أمور، يعني سارق أصداق، سارق الكرامات. نعم، أنا من والله أعلم، هذا ليس من آل البيت أولا، ثانيا هذه ليست كرامة. لا تفضح بنا، لا تكون تقرب قوي، شم رخزي. أنا شربت لي قلص. رجع الله، الله حل عليك راحت. أما بعد، فهذه الكرامات كأن تذهب إلى مطعم وتأكل أكل وتخرج ولا تحاسب. كرامة أن تدخل الجامع بغير حذي وتخرج وقد معك حذي، كرامة. هناك اتصال. أسيدي وعيني. مرحبا. إذا واحد مشاكل ولا شباب يشكك ما يعمل لما يسبري. أن يحب لا ولا ما يعمل، شفايفه بيتشكك، ما هي الكرامة لما يلتسي؟ يجب إذا كانت شفايفك تتشقق فلا يجب عليك أن تحب ركبتها على البيت حتى تتلصق المشابر. يا أخي لا تكون توضح، بنسألك بالله لا تقرب. سمعت؟ أيوة، لكن خرجت من كرامة آل البيت أنك إذا حبيت ركبته مشافرك يرجعن ولكفك يصغر ونخرتك تبقى حلوة والله، وقد يمكن تدخل الجنة. يا سلام، الله يسلمك. وأي خدمات؟ شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قلت لك لا تكون تصورني. الله، لا خلنا عليك، لا ترجع. أسألك بالله، أسألك بالله. ونصل إلى نهاية هذه الحلقة. كما تعرفون أن الإنسان من كرامته أنه يسكر بدون خمر، وهذه من كرامته.